مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية، طفلة مصابة، فقدت ساقي ولم أفقد أحلامي. مالك مبنى يهدد وزارة الصحة بالإغلاق في عدن. في الأخبار المنوعة، بينما يخزن الناس الطعام في زمن كورونا، طوابير في هولندا لشراء الحشيش. قبل عام ونصف كانت فرح أمين تستظل تحت شجرة في وادي الضباب غرب تعز، ممسكة بقدمها الاصطناعية بعد أن فقدت ساقها بسبب قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي. بدت فرح حزينة تتمنى العودة للمدرسة، وعندما عادت للصف كانت قد فقدت والديها، لكنها لم تفقد حلمها بأن تصبح طبيبة. وقد تحدث عنها موقع أنسم وعنوان فرح: فقدت ساقي ولم أفقد أحلامي. في أبريل عام 2017 خرجت فرح أمين 13 عاما لجلب الماء من إحدى خزانات قرية الصياحي بوادي الضباب. على صوت الرصاص والمدافع فجأة وجدت فرح نفسها مرمية بين الركام وتتألم. تقول فرح للبوابة اليمنية للصحافة الإنسانية أنسم: أطلقت 3 صواريخ من جهة الحوثيين وأصبت بالصاروخ الثاني. سقطت فرح على الأرض ولفترة طويلة ظلت مرمية تتأمل أشلاء جسدها المبعثرة. تقول: بقيت مرمية على الأرض ولا أستطيع الحراك، وعندما جاءوا ليسعفوني سقط الصاروخ الثالث على مسافة بعيدة قليلا. تتذكر فرح أنها حملت على أكتاف الناجين من القصف واتجهوا بها صوب المدينة لإنقاذها. تقول للموقع: أخذوني إلى 4 مستشفيات ولم يقبلوني، بعدها قبلوني بمستشفى الثورة بعد وساطة. تحاول فرح أن تتجاوز ألمها بصلابة، فمنذ سبتمبر الماضي تغادر فرح منزلها في الصياحي بالضباب كل يوم صباحا، وتقطع مسافة كيلوهيم باتجاه مدرسة ميلاد التي دمرت أجزاء كبيرة منها جراء قصف الطيران الجوي لدول التحالف العربي عندما كان يتمترس فيها الحوثيون. تتوقف فرح من حين لآخر عن السير وتستريح تحت الأشجار، وتنزع قدمها الاصطناعية التي تعاني من آلامها لأنها قصيرة وتؤلمها. الحوثية حاصل جمع ميراث الإمامة وتخريب الجمهورية. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس. الحوثيون قد يكونون الطبعة الأشد قتامة وتخلفا وجهلا من بين كل العائلات الإمامية التي اكتوى بها اليمن، لكن لا ننسى أنهم في حقيقة الأمر حاصل جمع ميراث الإمامة بحكمها الطويل الذي ترك حصيلة لا يستهان بها من الأدوات الثقافية والسياسية والفكرية ومناهج الحياة الاجتماعية التي قسمت المجتمع بصورة تحكمية إلى طبقات على نحو متعارض مع المناهج العلمية وقوانينها الموضوعية في تفسير ظاهرة الانقسام الاجتماعي بملكية وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تكريس القبول شعبياً بطبقة السادة التي تنتج الحكام والطبقات الأخرى المحكومة التي يظل وضعها دونياً ومصيرها بيد طبقة السادة. كان لابد من مواجهة المشروع القادم من قلب المشكلة التي أصابت النظام الجمهوري بمشروع وطني يستعيد جوهر هذا النظام، وهو المشروع الذي تشكل في ساحات ثورة فبراير متجاوزاً مقاومة خطاب ديني عقيم لم يستطع أن يحمل مشروعاً سياسياً جامعاً، وهو الخطاب الذي ظل يستدعي الصراعات التي تشكلت بدوافع لا علاقة لها ببناء الدولة المعاصرة ونظامها القانوني الذي يحقق العدالة والحرية والمواطنة، وإنما بمنازعات حول الفئة المؤهلة لدخول الجنة دون سواها من المسلمين. كان اللقاء المشترك قد استطاع أن يبلور خطاباً سياسياً متوازناً لبناء الدولة المدنية، وهو الأمر الذي مهد لخروج مؤتمر الحوار الوطني بتلك الوثيقة التاريخية التي أفزعت كل القوى التي رأت في بناء الدولة الوطنية ونظام المواطنة تهديداً لمشاريعها. سأكرر من جديد: خيار التوافق التاريخي الذي توصل إليه اليمنيون كان بمثابة تجمع لروافد الحكمة التي تناثرت عبر القرون،
والذين لم يستوعبوا هذه الحقيقة هم الذين ورطوا هذا البلد في اللجوء إلى خيارات الخراب التي استقر عليها حاله اليوم. وفروا لبعضهم ظروف رفض ومقاومة المشروع الوطني بذرائع بدت متناقضة في شكلها الخارجي، ولكنها متفقة في عناصرها الداخلية، وظلت تدعم بعضها في التصدي لحاجة الوطن، وإن واجهت بعضها بعيداً عن الحاجة الفعلية لبناء واستقرار هذا الوطن. مع اقتراب قدوم شهر رمضان تبدأ الحاجة لأهم سلعة في هذا الشهر وهي التمور، لكن وكما كشف مصدر خاص في مكتب التجارة والصناعة وحماية المستهلك بمحافظة مأرب للموقع بوست، فإن شاحنة على متنها 40 طنا من التمور منتهية الصلاحية وصلت إلى مأرب قادمة من السعودية. مصدر مسؤول طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام قال إنهم في حماية المستهلك تلقوا بلاغاً يفيد بعملية توزيع تلك التمور المنتهية على مديريات المحافظة. وذكر المصدر أن سائق الشاحنة وزع نحو 300 كرتون في مديرية المجمع خارج حزام المدينة، بينما عاد إلى محطة بن معيلي شرق المدينة لتوزيع كمياته المتبقية، وأشار أيضاً إلى أن الجهات المختصة لا تزال تبحث عن مخازنهم التي قد تكون مخفية في منطقة الوادي. أحد العمال الذي قام بتحميل 300 كرتون من التمور المنتهية قال بأن سائق الشاحنة طلب من عمال مصنع العمل معه لنقل كمية من التمور من شاحنته إلى شاحنة صغيرة أخرى مقابل أجر، وأبلغهم سائق الشاحنة التي تحمل لوحة سعودية أن التمور ستوزع على المساكين والنازحين. التمور التي وزعت انتهت قبل 3 أعوام وتنبعث منها روائح كريهة. تشهد الصومال استقرارا نسبيا جعل العودة إليها ممكنة، وآخر العائدين من اليمن إلى الصومال غادروا عدن، ووفقا لموقع المصدر أونلاين 88 لاجئا صوماليا يغادرون اليمن إلى الصومال ضمن برنامج العودة الطوعية. ووفقا للموقع فإن برنامج العودة الطوعية شمل نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر الأحمر ليتم نقل اللاجئين لاحقا كلا حسب مسكنه إلى عموم المقاطعات الصومالية. وعمل البرنامج على إعادة ما يزيد عن 2000 لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ بداية الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018. وفي نهاية العام الماضي أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها أن اليمن استقبل أكثر من 120,000 مهاجر من القرن الإفريقي خلال العام 2019 برغم الحرب التي تدور في البلاد. عن تحول الضحية من إنسان إلى رقم، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناجي مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا. في بحثه يتحدث عالم النفس بوليس لوفيك من جامعة أوريغون عن قدرة أرقام الضحايا وأعدادها المتزايدة على تخدير مشاعرنا الداخلية، فنحن لا نستطيع أن نبني روابط تعاطف بيننا وبين الأرقام، ومن ثم نبقى خارج دائرة الفعل أمام الكثير من الكوارث الإنسانية. هذا لا يعني أن معظم الناس فاقد الإحساس أمام من يعانون، بل على العكس تماماً، فالتفاعل الذي نبديه في الحالات الفردية يثبت امتلاكنا لطاقة كبيرة من القدرة على التضامن، لكن يبقى هذا التفاعل مرهوناً بما يسمى تضارب العاطفة والعقل، اتخاذ مواقفنا، إذ أن التفاعل العاطفي هو قدرتنا على الاستجابة السريعة للمواقف سواء إيجابية كانت أو سلبية. أيضاً يصاب هذا التفاعل بالجمود حين تدخل الأرقام والإحصائيات العقلية في خط الشعور، لذا نصاب بالعجز، إذ إن الأرقام غير قادرة على نقل المعنى الكامل للأعمال الوحشية التي لحقت بجمهور الضحايا. لذلك تفشل الأرقام في تحفيز المشاعر الباعثة على الفعل، فنحن مثلاً نعرف أن الإبادة الجماعية في دارفور أمر حصل بالفعل، لكننا لا نشعر بتلك الحقيقة. ظهور الضحايا كأرقام في وسائل الإعلام بشكل منتظم يحول المآسي إلى أحداث فاقدة القيمة لناحية التفاعل الإنساني معها، أي أنه يخلق حالة من التطبع مع هذا النمط من الأخبار، فتصبح الكوارث جزءاً من روتين يومي يتحول معها المتلقي إلى إنسان مخدر الشعور، لا بل قد يصبح الاستثناء هو مرور يوم دون سماع أرقام القتل والجرائم الوحشية،
يضاف إلى ذلك مساهمة بعض وسائل الإعلام دون قصد في إعطاء ماكينة الشعور لدى المتلقي من خلال تبني السردية الرقمية فقط في عرض أخبار الضحايا، حيث تعزز بذلك سلوك التجاهل تجاه الكوارث الإنسانية. إن إدراك طبيعة حدوث التعاطف والتفاعل مع المحتاجين أو المحتاجات يمنح المجتمع القدرة على تفكيك معضلة تحول الضحية من إنسان إلى رقم، وأيضاً يتيح ترتيب أولويات التضامن الإنساني بما يحقق قدراً من العدالة في توزيع المشاعر والأفعال لتصل إلى كل الضحايا الذين تخبئهم الأرقام خلف عداداتها. في ظل المخاوف التي يعيشها العالم وزيادة انتشار فيروس كورونا وتولي وزارة الصحة في مختلف الدول ملف إدارة الأزمة، تلقت وزارة الصحة اليمنية في العاصمة عدن انذاراً بالإغلاق، ولكن من يمكنه فعل ذلك؟ هل هو الفيروس؟ لا، إنه وفقاً لموقع عدن الغد مالك المبنى الذي توجد فيه الوزارة. وعنون الموقع إغلاق مقر وزارة الصحة في عدن، وعلمت الصحيفة عدن الغد من مصادرها أن مقر وزارة الصحة سيغلق اليوم الثلاثاء. المصادر قالت لصحيفة عدن الغد إن مالك المبنى قرر إغلاقه لعدم دفع الوزارة مستحقات الإيجار منذ 6 أشهر. وأشارت المصادر إلى أن مالك المبنى منحهم فرصة السداد التي انتهت اليوم، ويقع مقر الوزارة الرئيسي في حي الإنشاءات بخور مكسر. يقول أطباء إيطاليون يخوضون معركة التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد إنهم يضطرون إلى الاختيار بين من يتلقى العلاج أولاً لإنقاذ حياته ومن يحرم من ذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين. وعنونت البي بي سي فيروس كورونا، أطباء إيطاليا يضطرون لعلاج بعض المرضى وترك آخرين لمصيرهم بعد تكدس المستشفيات. مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس يومياً، تبذل إيطاليا قصارى جهودها للتعامل مع ما يكفي من أسرة داخل المستشفيات لعلاج المرضى، وهي خطوة غير مسبوقة في وقت السلم. تقول كريستيان سالارولي رئيس وحدة الرعاية المركزة في مستشفى في بيرغامو، إذا كان عمر الشخص بين 80 و95 عاماً ويعاني من ضيق تنفسي شديد، فمن غير المحتمل أن يحصل على العلاج. إنها كلمات بالغة الصعوبة، لكنها للأسف حقيقة. لسنا في وضع يسمح لنا بتجربة ما يسمى معجزات. أثبت فيروس كورونا أنه مرض فتاك في إيطاليا على وجه الخصوص، بعد أن تسبب في نحو 1809 حالات وفاة من أصل 24,747 حالة إصابة حتى اليوم، ما يعادل نحو ثلث حالات الوفاة المسجلة في الصين جراء الإصابة بالفيروس. في زمن الكورونا، تحت هذا العنوان كتب إلياس خوري مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: إنه زمن كورونا، زمن بطيء يلهث وشعور بالغربة يحاصرنا. صار الجسد احتمال عدو، صارت العزلة أشبه بالقدر. هل الطبيعة عادلة أم أن فكرة العدالة التي أطاح بها الإنسان انتقلت إلى الطبيعة لتعلن أن العشوائية قد تكون مبدأ الكون؟ أسئلة كورونا الفلسفية والفكرية سوف يأتي أوانها بعد انقشاع غيمة الموت هذه. أما اليوم فعلينا أن نقرأ أسئلة البقاء، فالبقاء ليس غريزة فقط، بل إنه القيمة الإنسانية الأسمى. كيف نتحصن بهذه القيمة الإنسانية في مواجهة الخطر؟ نعيش عزلة إرادية تقودنا إلى طرح السؤال حول بلاغة الهشاشة الإنسانية التي نسيناها بسبب تحول فكرة تفوق الإنسان على الطبيعة وقدرته الهائلة على ترويضها إلى ديننا الجديد. كورونا أعادتنا إلى الهشاشة الجماعية. البشر في كل القارات يواجهون خطر الاختناق الرئوي الذي يجدون أنفسهم عاجزين عن إيجاد علاج له. في بيروت وفي ميلانو، في يوهان وفي نيويورك، نحن في مركب واحد تتلاطم حوله أمواج الموت. كورونا تتحدى العالم، إنها منعطف إعادة النظر في قيم الزمن النيوليبرالي التي سلعت كل شيء، كما أنها لحظة لمعاينة وحشية الاستبداد الذي يحجب الحقيقة
كي يسقط في النهاية صريح الحقيقة التي رفض الاعتراف بها. وهي أخيراً تطرح السؤال حول علاقة التطور التكنولوجي بالاستبداد والمراقبة، كما يشير إلى ذلك نموذج المواجهة الصينية الشرسة للفيروس القاتل. نعم، إنها امتحاننا الإنساني والفردي والجماعي. نحن في الهشاشة، لكنها ليست هشاشة فردية فقط، بل نحن في هشاشة جماعية تزيد من شعورنا الفردي من جهة، لكنها تربط مصيرنا بالآخرين من جهة أخرى. بدأ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع البنتاغون بانتشار فيروس كورونا. وعنونت صحيفة القدس العربي عزل وزير الدفاع الأمريكي عن نائبه بسبب فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم البنتاغون جونثان هوفمان في إفادة صحفية: نحاول وضع فقاعة حولهما، مضيفا أنه يجري الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم. وأضاف هوفمان أن الفحوص أظهرت إصابة 18 من أفراد الجيش حتى الآن بالفيروس. وأقر هوفمان ومسؤول آخر بقدرة الجيش الأمريكي على نصب خيام لتصبح مستشفيات مؤقتة لمساعدة السلطات المدنية على مواجهة تدفق محتمل لمرضى فيروس كورونا، لكنهما أشارا إلى أنه لم يرد إلى الآن طلب كهذا. منذ انتشار فيروس كورونا على نطاق كبير وحمى الشراء تجتاح مناطق متفرقة حول العالم، حيث يشتري بعض الناس كميات كبيرة من الطعام، أرز، عدس، معلبات وغيرها، ولكن هناك بلد ذهب سكانه لتخزين شيء آخر، حيث اصطف العشرات من الهولنديين أمام الحانات والمقاهي من أجل شراء كمية من القنب الهندي أي الحشيش تكفيهم للأيام القادمة، وذلك بعد إعلان الحكومة الهولندية إغلاق المدارس والحانات والمطاعم والمقاهي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. ونقل الموقع عن شخص اصطف أمام أحد المقاهي للحصول على الحشيش قوله: ربما لن نتمكن من الحصول على القنب الهندي في الأسابيع القادمة، لذلك سيكون من الأفضل الحفاظ عليه في المنزل. وأضاف الموقع: العشرات سارعوا واصطفوا في طوابير لشراء الحشيش بعد دقائق قليلة من إعلان الحكومة قرارها بإغلاق بعض المحلات في البلاد. الشوارع الخالية والمحلات المغلقة ووسائل المواصلات الفارغة إلا من عدد محدود من الناس، بالإضافة لحملات التعقيم اليومية، كل هذا بسبب الخوف من فيروس كورونا، وكلها أيضا ملخصة في هذه الصور من صحيفة الجارديان البريطانية. متابعة. بعض من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في جولتنا الأخيرة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.